قوله تعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال نبي لهم. من هو هذا النبي؟ غير معروف، يعني ما ذكر اسم هذا النبي، وإنه ذكر نبي لهم، لكن كتب أهل الكتاب تقول اسمه شمويل، وقيل سمعون، وقيل هما واحد، شمويل هو سمعون، لكن هذا المشهور أنه شمويل أو سمعون هذا النبي، لكن ما في شيء يعني يثبت، لكن نبي على كل حال. وكانت بنو إسرائيل في ذلك الوقت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. ففيهم أنبياء كثر، وأحيانا يكون أكثر من نبي في وقت واحد، مثل داود وسليمان في وقت واحد، داود وشمويل في وقت واحد، زكريا ويحيى وإلياس وعيسى في وقت واحد، موسى وهارون ويوشع في وقت واحد، وهكذا، والله أعلم.